طبعا نتشرف انه هاي الدوره الثانيه للمعرض السليمانيه نتشارك. طبعا كردستان عاصمه الثقافه، طبعا احنا مشاركين تقريبا شيء 1200 عنوان موجود كتب عنا، ودائما احنا نشارك معارض كردستان، معرض اربيل الدولي للكتاب. طبعا بسبب هاي المرض كورونا ما استأجل فدورة السليمانية، فنحن نتشكر محافظة السليمانية والقائمين على إدارة المعرض أنه جهودهم جبارة رغم هذه الأزمة وهذا المرض، أنه قدروا يساووا المعرض بموعده وما قصروا. وطبعا الإقبال يختلف عن السنة الماضية، السنة الماضية كان في إقبال أكثر، ما كان في خوف. السنة يعني من الوقاية من المرض يعني إقبال خف، وحتى يعني الأخذ والعطاء بين سعر الكتاب، يوم السنة الماضية تقول سعر الكتاب كذا يشتريه بدون ما يسألك، بس السنة هاي يمكن الظروف الاقتصادية أثرت شوي بسبب هذا المرض فيتجاوب معك بالسعر يعني. ونتمنى أنه إن شاء الله يكون معرض ناجح وننشر الثقافة، وإحنا فرحانين جدا بوجودنا بالسليمانية، وتشكركم على هاي الجهود الجبارة.